السلام عليكم ورحمة الله. ده أول فيديو لينا أونلاين. إن شاء الله الأزمة دي تعدي على خير ونرجع الكلية تاني. سيكشن النهاردة بتكلم عن الانقسام الميتوزي، الميتوزيس ديفيجن. الميتوزيس ديفيجن أخدناه الأسبوع اللي فات، اتكلمنا عنه وأخدنا الأطوار ودورة الخلايا. الهدف من السيكشن ده إزاي تقدر تتعرف أو إزاي تحضر الشريحة الميكروسكوبية عشان تفحصها. تاني حاجة إزاي تفرق ما بين الانقسامات وما بين الأطوار، إزاي تفرق ما بين الأطوار في الانقسام الميتوزي. يلا بينا نبدأ. أول حاجة أول بجهز الشريحة بتاعتي، بحط عليها باخد جذر من البصل، باخد منه القمة النامية وتخلص من باقي الجذر، وبحط على نقطة صبغة على القمة النامية دي وأهرس جيدا، أهرس كويس جدا، وبعد كده بحط الكفر بتاعي وبتخلص من البابلز او الفقاعات الهوائيه اللي موجوده في الشريحه بظهر الندل بتاعي او الابره. رقم 5، بتبدا فحص في الشريحه على العدسه الصغرى اللي هي ال 10 اكس، ثم الكبرى، ثم الاكبر. وطبعا زي ما قلنا الاسبوع اللي فات ازاي بتحسب قوه التكبير، بتضرب العدسه العينيه في العدسه الشيئيه. العدسه العينيه دايما 10 اكس، المتغيره هي مين؟ العدسه الشيئيه. بعد كده اخر حاجة رقم 6، تحدد بقى الاطوار الانقسام الميتوزي اللي انت شفتها قدام عينيك. ازاي تقول على ده طور انفصالي انافيس، ازاي تقول على ده بروفيس، كل الكلام ده هناخده بالتفصيل واحدة واحدة في خطوات عمل التجربة. هنبدأ دلوقتي ان احنا نعمل دراسة الانقسام الميتوزي على القمة النامية في جذور البصل. بداية الماتيريالز بتاعتي البروبرز، الفورسيبس الملقاط، الندل، الإبرة، الكفر، السلايد، الشريحة، الفلتر بيبر، ورق الترشيح، وأسيتو الكحول محلول القتل والتثبيت بنسبة 3:1، 3 كحول إلى 1 حمض، وبعد كده البصل الأونيون، وبيكر كونتيننج ووتر بيحتوي على مية، HCl واحد عياري، أسيتو كارمن الصبغة اللي أنت بتستخدمها، واتش جلاسز، و الموس، وميكروسكوب مركب، واخر حاجه لهب بنزين. طريقه العمل بقى بتاعت التجربه، بدايه انا باخد جذور البصل بنبتها الاول، فبقطع الجذور القديمه، يا اما بقطعها بالكامل يا اما بشيل الاطراف بتاعه القمه الناميه بتاعه الجذور القديمه وبحطها في ميه عاديه خالص عشان انبتها. بتقعد قد ايه؟ بتقعد من 3 لـ6 ايام هنا، يعني 3 ايام بالكتير بتلاقي الجذور بتاعتك بالحجم المناسب اللي تقدر تدرس عليه. بعد الثلاث ايام هتاخد الجذور دي تقطعها وتعمل لها محلول او تعمل لها عمليه القتل والتثبيت. بتحطها في محلول القتل والتثبيت اللي هو الاسيتو الكحول اللي هو قلنا 3:1 لمده قد ايه؟ لمده 24 ساعه. بعد ال 24 ساعة يا إما تحفظها في كحول إيثيلي 70%، يا إما إنك تاخدها وتشتغل بيها على طول على الشريحة. هنا هناخد الجذر ونشتغل بيه على الشريحة على طول. هنا ما عملش تحلل ماء، ما عملش هيدروليسيس، فهو استخدم خد ال HCl، جزء من ال HCl كمية صغيرة جدا، وحط منها كمية على القمة النامية بعد ما قطع القمة النامية، واخد جزء من الاسيتو كارمن، صبغة الاسيتو كارمن، وبرضه ضفها على الشريحة او على القمة النامية اللي موجودة. دلوقتي هياخد الشريحة يعرضها للهب بنزين، يعني من دقيقة لثلاث دقايق عشان يسهل عملية الهرس. بعد كده اخدنا وبيزود عملية الصبغ طبعا، وهنا دلوقتي بعد ما خلصنا هياخد يشيل الصبغات الزيادة كلها اللي موجودة في الجذر. بعد كده هيبدأ يطحن الشريحة اللي انا بستخدمها، الادوات والحاجات دي البروبرز. جينا بعد كده لدور الفحص. قبل ما بيحط الكفر طبعا بيحط نقطة مية على القمة النامية، بعد كده بيبدأ ان هو يحط الكفر بتاعه. طبعا بياخد باله هو بيحط الكفر ان هو بيحطه بحرص، بيحط الكفر بحرص بحيث ان ما يكونش بابلز موجوده تحت الايه؟ الشريحه بالطريقه اللي قدامكم دي. وبظهر الندل الابره بيبدا ان هو يشيل كل الفراغات او كل البابلز اللي موجوده تحت الشريحه.
اخر حاجه هنبدا ان احنا نفحص تحت الميكروسكوب المركب الشريحه بتاعتنا زي ما قلنا من الاصغر فالاكبر فالاكبر، وهتشوف الكروموسومات قدامك زي ما حضرتك شايفها دلوقتي بالاطوار اللي موجوده المختلفه، بروفيس، الميتافيس، الانافيس، التيلوفيس. بعد ما تبدا تفحص في الميكروسكوب بتبدا تبان لك الاشكال اللي قدامك دي. بدايه ده الانقسام الميتوزي، ده الانترفيس الطور البيني، وده النويه موجوده والغشاء النووي موجود، ده خليه عاديه والكروماتين بحالته بطبيعته. لما بتبدا الخليه تخش في انقسام البروفيس الطور التمهيدي بيحصل ان الكروموسومات تبدا تشكل شكل الكروموسومات والغشاء النووي بيبدا ان هو يختفي هو والنويه. بعد كده في الكروموسومات بتسبح في السيتوبلازم، وبعد كده الميتافيس هنا هيبدا يرتبط السبندل فايبر مع الكاينيتوكور اللي موجود في السنترومير في الكروموسوم، ويبدا تصطف الكروموسومات على محور اصطفاف الخليه هنا. نيجي بعد كده في الانافيس ان بيحصل جذب للسبندل فايبر خيوط المغزل، وبيبدا ان كل مجموعه من بيحصل انشطار طولي للكروموسومات، وكل مجموعه من الكروموسومات تبدا تروح في قطب لغايه طبعا ما الغشاء النووي بيرجع تاني وبيبدا يشكل النويه تاني ويبدا يتكون الصفيحه الوسطى في التيلوفيس. نهايه عشان تبقى الخليه الواحده خليتين بيحصل عمليه السيتوكاينيسيس في اخر حاجه عشان تبقى الخليه الواحده خليتين. الميتافيس خلاص بيحصل ازاي اتعرف على شكل الكروموسومات تحت الميكروسكوب، عشان بعد كده لما اجيب لك صوره مثلا واقول لك ده الطور انهو او الخليه ده مثلا في موجوده في انهو طور، تقدر تتعرف تقول لي ده الانافيس، ان ده البروفيس، تقدر هنا تقول لي ده ان ده في ان انا في التيلوفيس. اتعرف بقى على شكل الكروموسوم ده مثلا شكل برضو من التاني، ده شكل قدامك هو واضح جدا ان هو انافيس. نيجي بعد كده ده بدايه بقى بروفيس بيبقى شكله عامل كده، وعندك ده الميتافيس شكل الميتافيس واضح جدا طبعا اهو، ده شكل الميتافيس، ده برضو شكل الميتافيس، ده شكل الطور الاستوائي الميتافيس، والانافيس ده الطور الانفصالي واضح جدا اهو، ونهايه ده الطور التيلوفيس او النهائي. ملخص للموضوع كله، ده شكل الكروموسومات في شريحه واحده بدايه من اول البروفيس، ده اللون الازرق ده واضحه اهي، ده شكل البروفيس. بعد كده اللون الاخضر ده واضحه برضو، ده الميتافيس شكل الكروموسومات الميتافيس، والاحمر ده اللي هو الانافيس، واخر حاجه التيلوفيس. في فيديو تاني هننزله بيتكلم عن الانقسام الميتوزي تفصيلا وسهل جدا وسلس في الشرح بتاعه، بس ده للتوضيح فقط مش اكتر. بعد كده انا هنزل لك مجموعه مثلا من التدريبات عشان امرنك او عشان تاخد عليها يعني درجات، ان هبعت لك اسئله وانت هتجاوب لي عليها في صوره الطور اللي قدامك ده شكله ايه او ايه هو الطور اللي قدامك ده. بس وشكرا.